بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في قناتكم تفسير حلمنا واللي يهمنا. إن شاء الله النهاردة صاحبة الحلم بتقول: ماما حلمت إنها في وسط تراب، وكانت مش لابسة حاجة في رجلها، وكانت خايفة جدا من المكان، وفضلت تجري كتير وهي مفيش في رجلها حاجة، لحد ما وصلت للبيت بتاعها وهو في مدينة تانية بعيد عن المقابر دي. أقول وبالله التوفيق في تفسير هذا الحلم أن هذه السيدة عندها مشاكل كتير ومش عارفة تتخلص منها، ومش قادرة حد يساعدها في تخلصها من هذه المشاكل، فتستعين بالله تعالى، هو قادر على كل شيء وقادر على أن يخلصها من تلك المشاكل. هذا هو تفسير الحلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أذكركم أحبائي الكرام متابعة قناتكم قناة تفسير حلمنا واللي يهمنا طبعا، وترك أحلامكم في التعليقات أو مراسلتي على صفحة الفيس الخاصة بتفسير حلم تفسير حلمنا واللي يهمنا. وطبعا ما تنسوش الانستجرام، سايبه لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. ألقاكم على خير مع تفسير آخر وحلم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.